بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. مع إن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون، هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن عظمة أحد المخلوقات البحرية المتواجدة في أعماق البحر. قد ترجع إلى نوع من أنواع الأسماك القرش. مثل ما تلاحظون، عبارة عن عظمة كبيرة جدا من العظام. بعد دراستها تيقنت أنها ترجع إلى فصيلة من أسماك القرش مثل ما تلاحظون. طبعا هذا النخاع العظمي الداخلي داخل العظمة. طبعا هذه العظمة مكسورة، ممكن تكون عظمة كبيرة جدا مكسورة من هذه الطبقة، ومكسورة من هذه الطبقة، ومكسورة من هذه الطبقة مثل ما تلاحظون. طبعا هذه العظمة تقريبا يصل عمرها إلى ما يوازي 20 سنة. طبعا لقيت خلايا دم متحجر بنسبة بسيطة جدا داخل المنطقة في النخاع الشوكي. وأنا أنصح يعني العلماء والباحثين بدراسة علم العظام، لأنه مهم جدا من الناحية الطبية، ومن الناحية المرضية، ومن ناحية أخرى أيضا، كونها يعني ترجع إلى عظمة سمك قرش. صراحة يعني موضوع كان شيق جدا في دراستها وتحليلها، ومعرفة لأي مخلوق ترجع بالضبط، كبداية يعني لمشروع بحثي تخص هذه العينة. أنا أدعو يعني الباحثين ومحبين علم العظام بدراسة علم العظام المتحجر والغير المتحجر. يعني العظام القديمة والعظام الحديثة ممكن يعني تلقى فيها نتائج كبيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم.